السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان حبيت أنبهكم من شيء معين. أنا ما عندي شرح، ولكن حبيت أنكم تنتبهون من شيء معين في الإصدار رقم 13 للآيفون، اللي هو تعديل الصور ومقاطع الفيديو في الآيفون. الكثير منا يصور يعني فيديو أو صورة، أو يحفظ صورة من النت أو من تطبيق آخر، بعدها يحفظها على الاستوديو، وبعدها يعدلها، يعني يقص صورة أو مقطع فيديو ويرسلها بجروبات أو يرفعها على اليوتيوب الى اخره. حط في بالك ان التعديل ما راح يتطبق بعد الارسال، راح توصل الصوره للشخص الاخر بالكامل قبل التعديل، ومقطع الفيديو كذلك. حتى لو تقص منه وترسله على الجروبات او الى شخص اخر، راح يطلع له او راح يوصل له المقطع كامل بدون تعديل. انا حبيت اني انبهكم من هذا الشيء. اي سؤال او استفسار انا بالخدمه. اشكركم على المتابعه، فمان الله.